سائل من خارج هذه البلاد يقول: بعض طلبة العلم إذا رجعوا إلى بلادهم ليعلموا الناس أمور دينهم والعقيدة فإنه يطلب منهم هناك تزكية من عالم سلفي. سؤاله: هل يجب أو هل تجب هذه التزكية لأجل أن يعلم الناس مع أنه يصعب عليه تحصيلها في بعض؟ إذا كان معه شهادة جامعية من الجامعة الإسلامية، الجامعة الإمام، جامعة أم القرى، جامعة إسلامية، فإن هذه تزكية، هذه تزكية له. إنما يحتاج إلى التزكية الفردية من ليس معه شهادة من جامعة، يحتاج إلى تزكية من العلماء المعروفين. نعم.